بطل النزوح في فترة الحرب إلى 8 مرات، صعوبة الحياة اليومية، قلة النوم والخوف الشديد. فقدت عدد كبير من عائلتي، ما يقارب 25 شخص. فقدت ما يقارب 400 شخص من عائلتي درجة ثالثة، 5 من أصدقائي. كل يوم عن يوم كان يزيد صعوبة من كثرة الأحداث والقصف الشديد. كان لا يوجد مكان آمن، صعوبة الحصول على أكل. تعرضت لوعكة صحية شديدة وأنا موجود في الجنوب لوحدي، وكنت بحاجة لزوجتي وأولادي في الشمال موجودين. ولحتى الآن، من قبل يومين نزحت إلى مستشفى ناصر من كثرة القصف وإطلاق النار، وبعدها ذهبت إلى مكان سكني. وأتمنى من الله يكون هذا آخر نزوح لي، وإن شاء الله